معايا كمان عبر الهاتف الآن الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور وألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك، متشكر جدا، شرفت حضرتك. النهارده قبل ما اكلمك على امور طبيه وحاجات في الفريق والاصابات، انا عارف ان انت راجل زملكاوي قوي بتحب الزمالك قوي، اوصف لي الاول احساسك النهارده في اليوم وسط كل الجماهير العظيمه النهارده اللي كانت حاضره في المدرج. فخور ومبسوط، يعني من احلى اللحظات في حياتي، لان انا المنظر النهارده بصراحه اكيد انت شفته كان رهيب واثر فينا كلنا بصراحه من قبل الماتش، واحنا كلنا اتفقنا ان احنا الناس دي صعبه قوي انها تروح، يعني كنا هيعمل طبعا نتيجة بتبقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني كل واحد لازم كان يعمل اقصى جهد عنده، والحمد لله تعبنا والبطوله دي كانت صعبه بصراحه. والحمد لله ان ربنا كرمنا، ويعني الحمد لله احنا نستحقها بصراحه، اللعيبه الرجاله والجهاز وكلنا بصراحه تعبنا بصراحه يعني. طيب عايز كمان اسالك بالتاكيد، عريس اليوم النهارده صاحب هدف المباراه احمد حمدي خرج مصاب، ما نعرفش تشخيص الاصابه المبدئي ايه، طمنا عليها دكتور محمد. هي اصابه في الركبه، في اربطه الركبه، بس انا مش هقدر اقول التشخيص النهائي طبعا الا لما اعمل له الاشعه وافحصه، لان رجله كان فيها الم شديد فكان صعب الفحص ساعتها. بس بتبقى عندك طبعا علامات، طريقه الوقعه مع شكوته كلها حاجات ممكن تقلقك شويه بصراحه، ولكن ما اقدرش اطلع بتشخيص نهائي لما اخلص كل الفحوصات. لكن يعني طبعا ممكن لازم اخد الكوره في ساعتها، لان انا شفته لما وقع والوقعه ما عجبتنيش بصراحه، وبعدين لما نزلت له برضه الشكوى يعني ممكن تكون مقلقه بالنسبه لي شويه. فيعني خلال ال 48 ساعه الجايين ان شاء الله نخلص فحوصاتنا، وان شاء الله اتمنى له كل السلامه وهو راجل، وان شاء الله خير وهعلم على طول يعني. ان شاء الله. باقي الاصابات في الفريق يا دكتور تحديدا، شيكابالا خلاص جاهز ولا لسه شويه؟ يعني عرفنا كمان الوضع بالنسبه لباقي لاعبي نادي الزمالك. لا لسه شيكابالا لسه، احنا حاطين يعني البلان المبدئيه، احنا قلنا من 4 لـ6 اسابيع، واحنا بقى لنا حوالي 3 اسابيع، فلسه شغالين والوضع ماشي كويس. فمين تاني؟ مصطفى الزناري عنده مزة العضله الخلفيه، والحمد لله ماشي في البروتوكول بتاعه كويس. متهيألي ان احنا ممكن نرجعه ان شاء الله على فتره التوقف، يعني مش هستعجل، الاصابه كانت قويه. هو الولد بصراحه كان عايز يخش وبيحاول يجتهد عشان يلحق النهائي، بس احنا لسه قدامنا اسبوع 10 ايام، فهنشوف يعني هقدر ارجعه فيهم، بس لازم اطمن عليه، بس غالبا هو هيبقى فتره التوقف ان شاء الله. عمر جابر وفتوح كان في تدخل بينهم ساعه الاحماء، هل لعبوا النهارده باصابه ولا كانوا كويسين وما كانش في مشكله؟ لا، عمر جابر وفتوح حصل منهم يعني زي تصادم كده حصل في التسخين قبل الماتش، بس الحمد لله الاثنين ما كانش فيه مشاكل واطمنت عليهم. وهو فتوح بصراحه برضه بحابب ان انا اشكره، واشكر كل اللعيبه طبعا، اشكر شلبي. فتوح برضو كان امبارح في التمرين حصل يعني اصابه كده في العضله الضامه، واحنا اشتغلنا من امبارح وهو بيلعب، يعني عاملين حاجات كتير قوي عشان يلعب، وهو نفسه الولد برضو حابب اشكره، وحابب اشكر شلبي، لان شلبي احنا سابقنا الزمن، وهو يعني هو ما انا كنت قايل ان هو هيبقى لحقه الماتش ده فيه يعني صعوبه، والحمد لله هو كان عايز ونزل، وهو حسسنا وحسس المدرب ان هو لا عايز يبقى موجود، او مستر جوميز. فبرضه بشكره وبشكر كل اللعيبه طبعا على مجهودهم والتزامهم، والحمد لله ان ربنا كرمنا بالبطوله. الحمد لله. دكتور محمد اسامه طبيب نادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى، الف مليون مبروك الفوز اليوم بالكونفدراليه.